Caio. Senhor Jesus! Olha o que está acontecendo. Fuck man, bhai. Oh, driver, nikalo driver. Over, sir. Oh my god, look at that. You knew that thing was big enough. Deja de recogida de combustible para cuando le metan la plancha debajo. Ahora vamos a traer. Pero ya, ¿eh? Una bandeja para recoger el combustible. Thank you.
بطريقة بسيطة، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الهرمونات لكي يتبين لنا أي خلل في الجسم. وهي هرمونات بسيطة جدا، يعني ضبطها بسيط جدا من الناحية العلاجية. يجب على هذه المرأة التي أحست بهذه الأشياء يعني أن تعلم أن الحل الوحيد هو أن تغير نظام غذائها وأن تصوم، وأظن أن الصيام هو عامل أقوى من النظام الغذائي. نعلم جيدا أن الفيتوستروجينات أو الضوابط التي تضبط الهرمونات عند النساء وعند الرجال كذلك، لأن هرمون البروستيت عند الرجال وهرمونات أخرى هي تضبط كذلك بهذه المكونات التي لا توجد إلا في النبات. الضوابط التي تجعل هذا الخلل لا يقع ولا يكون على مستوى الهرمونات عند الإنسان توجد في النبات، ما نسميه بالفيتوستروجينات. وهناك حتى بعض الألياف الخشبية التي تلعب دور الهرمون، وهذه الهرمونات تنشط كذلك بالفلافونويدات وبالبوليفينولات في الجسم، أو ما نسميه بالمضادات للأكسدة. بمعنى أنها النساء لما يكون لديهم خلل يجب أن يلتزموا بالنظام النباتي أولا، وهذا النظام النباتي إذا كان معه صيام، إذا صحبه صيام، إذا كان في شهر رمضان مثلا، فلا يمكن أن يبقى هذا الخلل على مستوى الهرمونات التناسلية أو أن يكون هناك خلل في الدورة الشهرية عند النساء. لماذا ركزنا على المواد النباتية وعلى الفيتوستروجينات؟ لأن طبعا الفيتوستروجينات لا توجد إلا في النبات، ولأن النبات هو الذي يضبط هذه الهرمونات. على عكس النبات فاللحوم أو بعض المنتوجات مثلا مثل الألبان أو البيض أو الدجاج وما إلى ذلك، هذه المواد هي التي تحدث خلل في الهرمونات. لماذا؟ لأن الطرق التقنية الآن أو الطرق الحديثة للإنتاج تستعمل هرمونات، ومن جملة هذه الهرمونات السوماتوتروبين الآن هو الذي يستعمل بطريقة صناعية أو مغير وراثيا منتوج عبر البيوتكنولوجي. وهذا المكون، هذا الهرمون السوماتوتروبين، هو الذي يستعمل الآن في تسمين. قناة نصائح وإرشادات مجانية.
في إنتاج الدجاج وفي إنتاج الخنزير وفي إنتاج اللحوم كلها، يعني في إنتاج البيض وما إلى ذلك، ومادة وفي إنتاج الألبان الحليب كذلك، إنتاج الحليب تستعمل مادة السوماتوتروبين، تستعمل كذلك بعض الهرمونات الأخرى في الإنتاج مثل الأستروجينات مثل الأستراديول، وهذه الهرمونات طبعا فهي تمر عند الإنسان وتجعل يعني تتسبب في هذا الخلل. هذه الهرمونات توجد في اللحوم فقط، لأن الهرمونات الصناعية توجد في اللحوم وتوجد في الألبان، ولا توجد يعني في، ليس هناك هرمونات في النبات. قليل الآن مع التغيير الوراثي في النبات، هنالك كذلك هرمونات في النبات ولكنها قليلة ولا زالت لم تصل بعد إلى بعض الدول ومنها الدول العربية مثلا، لأن هناك مراقبة شديدة. هذه الخلل الهرموني الذي تحدثه المواد الحيوانية. فالحل كما قلنا، النقطة الأولى هي الالتزام بالنظام النباتي، وإذا كان النظام النباتي أثناء شهر رمضان فيكون علاج 100%، بمعنى أن الصيام يضبط الهرمونات ب50%، إذا كان معه نظام نباتي في فيتوستريجينات فيكون 100%. الهرمونات تتبع السمنة، وما تكلمنا عليه يعني في الحلقة الأولى حول هذه تأثير الصيام على الجسم الإنسان.